ده الباراشوت اهو. اوكي ماشي، يلف عادي عشان مش ثابت فهو بيقلب. تمام، كل الفكرة انه بيلف عادي هنا اهو اهو. تمام، ده اللف بتاعه. طول ما هو بيلف 1 متر على السكند مش اي مشكلة. اول ما يبقى 1.25 متر على السكند يعني السرعة تزيد، السرعة تزيد بقى نتيجة ان هو ازداد سرعة المكنة او الحبال اتقطعت. اوكي، تروح اللقمة دي اهي، اللقمة دي اهي، بتروح ماسكة في المنطقة دي. اوكي تمام كده او كده. تعال نجرب كده، طول ما هو ماشي بالسرعة اهي ايه مشكلة فيه؟ السرعة اللي هي 1 متر على السكند اهو، شايفين؟ تمام، مش اي مشكلة فيه. بص تمام، اول بقى ما ازود السرعة شوفوا اللي يحصل اهو. فدي بيقف، فبيروح موقف الحبل بتاع الكابينة، فبيروح ماسك الكابينة. وصلت؟ الحبل ده بيكون مربوط بلقمة على حسب الباراشوت موجود فوق الكابينة او تحت. اللقمة دي بتروح ماسكة في السكة. وصلت النقطة؟ اهي شوف، لو انا زودت السرعة جامد، وكذلك العكس. طول ما هو ماشي 1 متر على السكند عادي اهو، شوف اهو مش اي مشكلة فيه الطبيعي. اما لو زودت شوف اللي هيحصل بقى، شوف شوف ده 1 متر على السكند اهو، دي الطبيعي بتاعه. اوكي، بس ده الجزء الاولاني وده الجزء التاني اهو. دي بتثبت في السكة، دي بتمسكها. اوكي تمام.